شخصية أنانية مبالغة في حب ذاتها تسعى أن تكون محور اهتمام الجميع هي الشخصية النرجسية. تعد الشخصية النرجسية نوع من أنواع الاضطراب النفسي، وأشهر أنواعها النرجسية الصريحة والنرجسية الجذابة. من أهم سمات الشخصيات النرجسية استعراض إنجازاتهم ومواهبهم واستغلال الآخرين للحصول على ما يريدون. أيضاً العجز عن فهم احتياجات الآخرين ومشاعرهم، كما يجدون صعوبة في ضبط مشاعرهم وسلوكياتهم. يشعرون بالاكتئاب والمزاجية، ولديهم شعور بعدم الأمان والضعف والمذلة، ويحسدون الآخرين ويعتقدون أن الآخرين يحسدونهم كذلك. ينفد صبرهم ويغضبون عندما لا يتلقون معاملة خاصة، كما أنهم يواجهون مشاكل كبيرة في التعامل مع الضغوط والتكيف مع التغيير، ويواجهون مشاكل عديدة في العلاقات الشخصية، ويشعرون بالإهانة بسهولة.